السلام عليكم يا أحلى متتبعين ومتتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم إن شاء الله في فيديو جديد على قناتي وقناتكم تيما فلوكس. اليوم إن شاء الله بما أنني بغيت نعجن الخبز، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الوصفة. هذه هي واحد الوصفة اللي مغيرة شوية على الخبز العادي اللي كان نعجنه يعني يوميا. ان شاء الله غادي يجيو عندي الضياف الويكاند، وقلت علاش لا ما نبداش التحضيرات من دابا باش نقصهم عليا. كتعرفوا اللي يدوب وحده، فلازم لازم انا نوجدو شحال من حاجه على تيساع ونخليوها يعني في المجمد او في الثلاجه، يعني باش كيبقى لنا الوقت اننا نوجدو حوايج اخرين اللي لازم يكونوا طريين ويتحضروا في الساعه ديالهم، وفي نفس الوقت نعطيو الوقت للضيوف ديالنا. فحبيباتي خليكم معايا نشوفوا المقادير ان شاء الله وطريقه التحضير. لهذا الخبز هذا البنات غادي نحتاجو 400 غرام ديال الفرص، ها هو. غادي نحتاجو زلافه مع مراش ديال الفينو الى عندكم الفينو، او لا سميده رقيقه. غادي نحتاجو الملحه طبيعه الحال باش غادي يعني نملحو الطحين. غنحتاجو معلقه كبيره ديال السكر سنيده او السكر الخشن. غنحتاجو معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. غادي نحتاجو واحد البيضه كامله. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده. غادي نحتاجو اكيد الخميره معلقه كبيره اولا 7 غرام. دوك الخنيشات البنات، البنات اللي في المانيا، الخنيشات الخضرين ديال الهيف، الخميره الناشفه راها كتباع في جميع المحلات. هذيك البنات خنيشه كتكون مناسبه لكل نص كيلو، فبما انني انا عندي هنا 400 غرام مع داك شويه ديال الفينو غادي يكونوا لي 500 غرام، فخنيشه وحده كافياني. ها هي في بالكم. واخيرا غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الحليب بودره. ها هي. فالبنات اللي ما كيصدقش ليها الخبز واللي كتقلب على شي خبز هكا اللي يكون يعني بريستيج كيف ما كنسميوه، شي حاجه اللي زوينه، فانا متاكده ان هذه الوصفه غادي تعجبك، لان حتى ولو كان ما كيصدقش ليك فهاد المكونات كلها اللي كنضيفوا ليه لهذا العجين هذا كلها كطريه وكترطبه وكتعطيه يعني واحد، يعني كيكون عندنا واحد العجين اللي زوين اللي كيكون سهل حتى في الخدمه ما كيعذبش. فجربوها وردوا عليا الخبر ان شاء الله. اذا حبيباتي غادي ندفي الماء باش غادي نعجن هادشي وغادي نرجع لكم ان شاء الله. حبيباتي من بعد ما جبت الماء، فالمرحله اللي غندير غادي ناخذ هذاك سكر سنيده البنات، ديك المعلقه ديال السكر الخشن غادي نوضعها هنا. غادي نوضع معها الخميره، كنوضعهم غير في زلافه، نتمنى يكون كيبان لكم. غادي نوضع معها جوج معلقات ديال الفينو اولا سميده رقيقه على حسب شنو متوفر عندكم في البلد اللي نتوما فيه بحال هكا. وغادي نخلطهم بشويه ديال الماء وغادي نخليها تطلع البنات باش تساعدني ان العجينه ديالي يعني تخمر وتطلع ليا دغيا. نخليهم يتفاعلوا مع بعض. نزيد واحد شويه ديال الماء. صافي البنات وخليوها تخمر اولا تفاعل وتطلع واحد شويه. بين ما بدينا نخلطوا في باقي العناصر، اذا البنات غادي نوضع هذاك الطحين او الدقيق الابيض في الاناء فين غنعجن. غادي نضيف المليحه على حسب الذوق، غنوضعها غير في الجنب هنا. غنضيف الحليب بودره معلقه كبيره كذلك. غادي نضيف البيضه، كذلك معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. البنات هاد زيت الزيتون ديال المغرب، فهداك العنبر ولا كيف كيتسمى، هو هذا اللي بان لكم هنايا، رائعه. غنضيف هذيك المعلقه ديال الزبده.
زبدة، غادي نضيف ديك الزليفة الصغيرة اللي ما عمراش ديال الفينو او السميدة الرقيقة، وهاديك يعني المعلقة ديال الفينو مع سنيدة مع الخميرة اللي كبينا عليها شوية ديال الماء خليناها كتفاعل. ها هي طلعات شفتوها، غادي نخويها ولكن ماشي البلاصة فين لحت الملحة، فين درت الملحة، في الجهة الاخرى. صافي البنات، وغادي ندلك هادشي مزيان سواء بالعجانة او لا باليد بحال بحال، المهم عطيوها الوقت يعني انها تعجن مزيان وتدلك مزيان. ونرجع لكم، ضيفوا الماء غير شوية بشوية حتى تشوفوا القياس الماء اللي كافيكم، الماء دافي بطبيعة الحال. فخليكم معايا ان شاء الله، نرجع من بعد ما تجمع لينا العجينة ديالنا. حبيباتي انا رجعت لكم بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان، ها هي كيف كتشوفوا البنات. ما خصهاش تكون قاصحه، خصها تكون شويه كتلصق ولكن في نفس الوقت يعني تكون شاربه الماء مزيان، ماشي كاع ما تكتروش ليها الماء، غير عطيوها الدليك مزيان وهي راها غادي تخرج لكم ان شاء الله رطبه كيف كتشوفوا. ما تقصحوهاش بزاف وما تجريوهاش بزاف. دابا غادي نغطيها ب يعني بلاستيك الغذائي وغادي نخليها تخمر مزيان. غنمشي نوجد العناصر ولا الاشياء باش غادي نزين هاد الخبيزات هادو، ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما يعني تخمر ليا العجينه وتضاعف الحجم ديالها. العجين ديالنا ها هو خمر كيف كتشوفوا، تضاعف الحجم ديالو. اذا حبيباتي دابا ان شاء الله غادي نبدا نشكل هاد الخبيزات هادو. قررت انني نزينهم اليوم بالاشياء اللي متوفره عندي في البيت، فعندي الشوفان او الخرطال، وعندي زنجلان، يمكن انكم تضيفوا الخشخاش، ممكن انكم تزينوهم بالفورس الا بغيتوا، الا كيعجبكم يعني الخبز يكون فيه الفورس من الفوق محمر، ممكن تزينوهم كذلك بزريعه الكتان، فلكم الاختيار تماما. عندي هنا شويه ديال الزيت باش غندهن يديا، وعندي هنا المدافي اللي غنبدا نحط فيه الخبيزات كيف غتشوفوا معايا ان شاء الله الان. يعني اول حاجه نحيد بعدا البلاستيك على العجين، غادي نحاول غير نهبطها يعني نقدها واحد شويه باش تجيني سهله في التقطاع. ودابا غادي نجي غادي ندهن يدي بالزيت بحال هكا البنات، ندهنهم مزيان، وغادي نبدا نقطع كويرات على القياس اللي انا بغيت. فعلى هاد الشكل انا بغيتهم يكونوا غير صغيورين. بحال هكا على قياس الكف ديال يدي على هذا الشكل. غادي نجي نحطها في يدي اليمنيه، غادي نقلبها البنات في الماء بحال هكا، وغنجي وغنحطها مثلا في الزنجلان على هذا الشكل هذا. نحاول انني نجيب لها الزنجلان على الجنيبات ديالها كاملين، نقرصها البنات. واخا ما تشكلش لكم دابا مزيان، ملي غتحطوها في الطاوه غتعاودوا تقادوها. صافي نتاكد انها خدات الزنجلان مزيان، نقاد غير هنايا فين غنخدم. صافي نعاود ندهن يدي
ونجي البنات نقبطها بحال هكا بالخف، ها هما. وهنا البنات غتقدوها واحد شويه بحال هكا، تعطيوها داك الشكل دائري زوين صافي. وغتحطوها في واحد الطاوه اللي تكونوا مفرشين ليها ورق الطبخ، من الاحسن حسن ما تدهنوش الطاوه بالزيت من التحت. وغادي نخليها، غادي نكمل بنفس الطريقه، نمسح غير يديها من الزنجلان كذلك، غادي نعاود ندهن يدي. غنعاود ندهن البنات يدي مزيان بحال هكا، وغادي نقطع واحد الكويره اللي تكون يعني تقريبا في نفس القياس ديال الاولى، نحاول انني نشكلها مزيان بحال هكا، نقطع داك الفائض ها هي. وغادي نجي غادي نوضعها في الماء ونهزها البنات، ونعاود نقلبها في الشوفان بحال هكا، نقرصها، نحاول نجيب الشوفان على الجنيبات منين نتأكد يعني انا خدات الشوفان مزيان، فيكفي انكم قرصوها غير بحال هكا بالخف وقلبوها. ها هي البنات قدوا ليها الجنيبات ديالها وحطوها في الطاوه. ملي تحطوها في الطاوه البنات قرصوها مازال واحد شويه، ولا شفتوا خاصها مازال الشوفان اولا باش كتزينوها زيدوها، ما كاين حتى شي مشكل. فانا غادي نستمر على هذه العمليه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. حبيباتي رجعت لكم بعد ما شكلت الخبيزات ديالنا، كيف كتشوفوا وضعتهم في الطاوه، فرشت ليها ورق الطهي. دابا غادي نعاود نضغط عليهم بحال هكا باش يعني نقرصهم غير في الطاوه نيت، ما يجيوناش طالعين بزاف وفيهم البابا، غير واحد شويه بحال هكا. المرحله المواليه البنات غادي نجيب واحد سكين اللي يكون ماضي وغادي نشكلهم، يعني ممكن انني هادو ديال الزنجلان ندير لهم خطيطات بحال هكا، مهم انه يكون ماضي مزيان، يعني ندير لهم غير جوج هكا غير باش يعطيونا واحد الشكل وواحد المنظر اللي هو زوين. ومثلا ندير الشوفان ناخذهم وندير لهم يعني الرمز ديال الخبزه اللي كنعرفو علامه زائد، ها هي. فغنكمل بهذه الطريقه حتى نساليهم كاملين، وغادي نخليهم يخمروا. دابا المرحله المواليه اكيد انهم خصهم يعاودوا يخمروا مره اخرى، فغادي نجيب واحد المنديل وغادي نغطيهم، غنوضعهم البنات في شي مكان هكا اللي يكون سخون، وغنخليهم يخمروا حتى يطلعوا. من بعد غادي نسخن الفران على درجه حراره 200، دائما الخبز البنات لازم ان الحراره تكون مرتفعه. غادي نشعل الفوق والتحت وغادي ندخلهم يطيبوا، من يطيبوا ان شاء الله غنرجع نشاركها معكم ونقدمهم لكم بالصحه والراحه، فخليكم معايا لغايه اخر الفيديو. حبيباتي الخبز ديالنا ها هو وجد، كنقدمو لكم بالصحه والراحه. اهم حاجه انكم تخليوه يخمر، اولا اول خطوه عفوا ان العجينه ما تكونش قاسحه بزاف، يعني عطيوها الماء وعطيوها الوقت ديال الدليك، الماء دافي بطبيعه الحال. ثاني خطوه انه خصو يخمر من بعد ما كتقرصوه، خصو يعاود يخمر ياخذ الوقت ديالو في الخمير. وثالث خطوه ان الفران خصو يكون سخون مزيان على درجه حراره 200، وتعطيوه الوقت الكافي حتى يطيب. انا دابا جبتو من الفران بحال جبتو كيف كتشوفو، فمحمر من التحت ومحمر بطبيعه الحال من الفوق، شوفوا البنات شحال رطب، نقسم معكم وحده، شوفوا معايا كي كيجي من الداخل بحال القطن رطب هائل. انا متاكده ان اللي ما كتزعمش على الخبز غادي تجرب هذه الوصفه وغادي تعجبها وغتولي تزعم عليه وديروا لعائلتها ولوليداتها. ف
فكيف ما بامكانكم تقدموه للفطور او للغوتي، بامكانكم كذلك تقدموه للغداء مع يعني مع الطاجين، مع سلطه، مع اي حاجه وجدتوها كيتماشى مع اي حاجه. وكنقول لكم بالصحه والراحه حبيبتي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنا نترك لكم موعد ان شاء الله عما قريب، فتابعوا فيديوهاتي. مرحبا بكاع الناس اللي جاوا وانضموا لنا مؤخرا، كنقول لكم مرحبا بكم. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على اللايكات ديالكم، على تعاليقكم اللي كتفرحني اكيد. خليت لكم راحة البال، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد عما قريب. مع السلامة.